Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fisari Ramadhani, asal Mojokerto, Jawa Timur. Di sini saya akan membacakan surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun ala yadunnu laa'ika annahum mab'uusun li yawmin 'adzim yawma yaqumu an-naasu li rabbil 'aalamiin kalla inna kitaabal fujjaari lafii sijjiin wa maa adraaka maa sijjiin kitaabun marqum wailun yawmaidhin lil mukadzibiin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.